السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير. واهلا بكم في فيديو جديد في القناه. فيديو النهارده هيكون عن تجميع بسعر 4000 جنيه زي الفيديو اللي فات، بس الجهاز النهارده هيكون مختلف شويه. ما افتكرش ان احنا اتكلمنا عن جهاز زي كده قبل كده في القناه، والجهاز هيكون موجه بشكل اساسي للناس اللي بتشتغل على الجهاز، سواء عندك قناه اليوتيوب او بتعمل مونتاج او بتشتغل على افتر افكت او حاجات زي كده. والجهاز برده هيقدر يشغل العاب، لان هو مبني على معالج الرايزن 5 2400 جي، وانت عارف ان الكروت الداخليه من AMD اداء كويس جدا، فهتقدر تشغل العاب كتير برده على الجهاز. وكل دوت على جهاز بسعر 3750 جنيه بالظبط، يعني اقل من 4000 جنيه. وكده هيكون في مقارنه بين الجهاز دوت وبين الجهاز بتاع الفيديو اللي فات، وزي ما الجهاز فيه مميزات هو برده فيه عيوب. وكده هكلمك عن كل حاجه بالتفصيل في الفيديو، وهعرض لك اختبارات للجهاز في الالعاب، وهنختبر المعالج مع بعض مع شويه معالجات تانية عشان الاختيار يبقى سهل بالنسبه لك. بس قبل ما نتكلم عن كل دوت، خليني اقول لك ترسل بالقناه لو اول مره تشوفنا. في القناه مهتمين بالجيمر اللي ميزانيته قليله، وعملنا تجمعات كتير باسعار رخيصه زي تجمعات ال1000 جنيه وتجمعات ال2000 جنيه، وبرده اتكلمنا عن قطع المكمله للبي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله زي الماوسات والكيبوردات والسماعات والشاشة. يعني اي حاجه تحتاجها للست اب بتاعك هتلاقينا ان شاء الله بنتكلم عنها هنا في القناه. فلو استفدت من الفيديو ده تشترك في القناه، وهسيب لك برضه في الديسكربشن لينك للانستجرام والتيك توك لو حبيت تعمل فولو هناك. بالنسبه لاهم حاجه بقى بتميز الجهاز بتاعنا النهارده، وهي اول حاجه هنتكلم عنها، وهو المعالج وكارت الشاشه مع بعض، اللي هو الرايزن 5 2400 جي. والمعالج ده بيجيب 4 كورز و8 ثريدز، وبيتقارن في الاداء بحاجه مثلا زي الاي 3 900 اف اللي هو الجيل التاسع. وطبعا المعالج هيساعدك جدا في المونتاج، ولو عايز تمدي فيديوهات 1080 بي او حتى فيديوهات 4K هتقدر تعمل كده على الجهاز. وممكن برضه تحتاج ان تقلل الريزولوشن شويه، بس صدقني مفيش معالج هيدي لك اداء احسن من كده بسعر 3750 جنيه. وفي شباب كتير بتبقى عايز تتعلم برامج زي الافتر افكت وادوبي بريمير، واللي بيعطلهم من البرامج دي بتحتاج جهاز قوي، والجهاز القوي دوت اكيد بفلوس كتيره. عشان كده بحاول اجيب لكم الاجهزه اللي تبقى اسعارها كويسه وكمان تسد معاك في الشغل، او حتى لو عايز تتعلم البرامج ديت. ولو قارنت المعالج دوت مع المعالج اللي في الفيديو اللي فات اللي هو الاي 5 3470، اكيد الرايزن 5 2400 جي هيكسب بفرق كبير. عشان كده بقول لك الجهاز دوت موجه اكتر للشغل. بالنسبه بقى للكارت الداخلي في المعالج، فهو اداؤه كويس جدا، وكنا عملنا فيديو قبل كده عن معالجات الرايزن اي بي يو كلها اللي موجوده في السوق المصري وقارناهم ببعض، والكارت دوت طلع ان هو اداؤه كويس جدا. واسيبك دلوقتي مع بنش مارك سريع للكارت الداخلي. وزي ما شفت الجهاز مش بس هيبقى للشغل، كمان هتقدر تشغل عليه العاب، واعتقد ان ده هيبقى مرضي جدا بسعر اقل من 4000 جنيه. ولكن لو هتقارنه مع الكارت الخارجي اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات اللي هو الار 7 260X، فاداء الار 7 260X هيبقى افضل في الالعاب. عشان كده الجهاز اللي في الفيديو اللي فات هو اللي بيقدم لك افضل اداء في الالعاب، ومش هتلاقي اداء احسن من كده بسعر 4000 جنيه. لكن لو انت عندك قناه على اليوتيوب او بتشتغل على الجهاز بشكل اكبر من الالعاب، يبقى الجهاز الفيديو النهارده هو اللي موجه ليه. بالنسبه بقى لباقي قطع الجهاز، فهو بيجي ب 8 جيجا رام دي دي ار 4 بتردد 2100، والمعالج بيدعم لحد 2900. ونصيحة برضه لو هتبدا تشتغل على الافتر افكت، زود الرماد ل 16 جيجا، لان الكارت الداخلي بياخد 2 جيجا من الرامات، يعني انت فعلا هيبقى معاك 6 جيجا رام. فعشان كده انصحك ان انت تجيب كمان 8 جيجا رام بسعر 600 جنيه تقريبا، وهتلاقي ان هي بتفرق معاك جدا في الشغل. وبالنسبه للتخزين، فالجهاز بيجي بهارد 500 جيجا، واول ما يتوفر معاك 400 جنيه انصحك ان انت تجيب اس اس دي 120 جيجا وتحط عليه الويندوز، عشان هيفرق معاك جدا في اداء الجهاز. وبالنسبه للكيس نفسها، فهي اس اف اف، يعني سمول فورم فاكتور، وحجمها صغير، وسعرها 3750 جنيه زي ما واضح في الاعلان، وفي منها حجم اكبر بسعر 4250 جنيه. بس النصيحه مني، هذا الحجم الاصغر اللي هو بسعر 3750، ولو تقدر في البدايه ان انت تزود كمان 500 جنيه، انصحك ان انت بقى تجيب 8 جيجا رام زياده. وانا عارف ان انت بتفكر في كيس اللي حجمها اكبر عشان في المستقبل تجيب كارت شاشه خارجي، بس عايز اقول لك ان للاسف الباور اللي في الجهاز دوت 240 واط، وما اعتقدش ان في كارت شاشه اداؤه يبقى كويس وهيشتغل على الباور دوت. وهي دي التضحيه اللي هتضحيها في الجهاز، ان انت مش هتقدر تتطور بعد كده. ولو انت حابب تاخد نفس الاداء دوت وتجيب معالج الرايزن 5 2400 جي، بس تعمله تجميعه بنفسك يعني، وتجيب كيس عاديه وباور عالي، فالتجميع ده هيبقى سعرها على الاقل 5000 او 5500 جنيه، فانت بتوفر 1500 جنيه تقريبا. فعشان كده لو انت جايب جهاز تتعلم عليه وتشتغل عليه، يبقى انصحك بالجهاز دوت، وتقدر بعد كده تعمل عليه فلوس وشغل، وبعد كده تقدر تبيع الجهاز كله وتجيب تجميعه جديده. وانا شايف ان الكيس ده بتقدم اداء كويس جدا على سعرها، عشان كده نصحتكم بيها في الفيديو دوت. وكالعاده برضه هسيب لكم لينك تشتري منه التجميع ديت في الديسكربشن، وهسيب لكم برضه لينكات كل الاختبارات في الديسكربشن. وديت كانت كل حاجه معانا النهارده، واتمنى يكون الفيديو فادك وعجبك، واستنوا ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.